كان في مصر مشاهد وحكايات. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه أمير مصر، وذلك في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان من عادات أهل مصر أن يقيموا حلبات لسباق الخيل، يتنافس فيها الشباب أيهم يفوز على قرينه. وذات يوم من الأيام تجمع المتسابقون في حلبة السباق، وكانت المفاجأة، ابن أمير مصر أحد المتسابقين، أما الآخر كان ابن قبطي من أقباط مصر. بدأ السباق ثم اشتد شيئا فشيئا واقترب من نهاية، وفجأة وسط هتاف وتشجيع الجماهير كانت النتيجة الغير متوقعة، فاز القبطي على ابن الأمير. وإذا بابن الأمير الغر قد جنى جنونا، وبسوط الراح يدمي ظهره ضربا سخينا. قال: كيف أغلب وأنا ابن الأمير؟ فانهال على القبطي ضربا بالسياط وهو يقول: أولا تعلم أني ابن الغزاة الفاتحين، أنني ابن الأكرمين المؤمنين المهتدين، ذهب المسكين يشكو لأبيه أن أهين. أدخل الضرب ذلك القبطي المسكين، ورجع إلى أبيه يشكو إليه الظلم ومرارة الألم تعتصر. احتار والد القبطي ماذا يفعل، فقرر أن يذهب إلى أهل الرأي والمشورات يستشيرهم في أمره، فقالوا له: أو ما تعرف يا هذا أمير المؤمنين، إن في طيبة شيخا حرر المستعبدين، نشر العدل وأرسى سنة. أرشده أهل الرأي أن يشد الرحال إلى طيبة الطيبة، وسافر الرجل وولده عبر صحراء سيناء يطوي الأرض إلى أمير المؤمنين وهو كاسف البال حزين الفؤاد. فلما وصل دخل عليه وقص عليه القصة، ولم يزد على ما حدث شيئا. استمع إليه الفاروق باهتمام بالغ، وأحزنه ما وقع على ابنه من الظلم. رحم الله أبا حفص عمر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فوالله ما زاد عمر أن قال: اجلس. ثم كتب إلى عمه: إذا جاءك كتابي هذا فأقبل إلي وابنك محمد. فدعا عمر ابنه فقال: أحدثت حدثا أجنيت جناية، فما بال عمر يكتب فيك. عمر الفاروق القدر الكريم. قال: ثم قدم على عمر. قال أنس رضي الله عنه: فوالله إنا عند عمر حتى إذا نحن بعمر وقد أقبل في إزار ورداء. فجعل عمر يلتفت يبحث عن ابن عمر، فإذا هو خلف أبيه. فقال عمر رضي الله عنه: أين المصري؟ فقال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين،
قال عمر دونك الضرة فاضرب بها ابن الاكرمين. قال فضربه حتى اذخنه. ثم قال عمر رضي الله عنه اجعلها على صلعة عمرو، فوالله ما ضربك الا بفضل سلطانه. فقال يا امير المؤمنين قد ضربت من ضربني. قال اما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون انت الذي تدعه. ايا عمرو ايا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. ثم التفت الى المصري فقال انصرف راشدا فإن رأيت شيئا فاكتب إليه. كان في مصر أمير حكم الناس سنينا، قد جند الله فيها يوم جاءوا فاتحينا. كان في مصر أمير حكم الناس سنينا، قد جند الله فيها يوم جاءوا فاتحينا. وتولى الأمر لما فتحت فتحا مبينا، وهدى الله بنيها إذ رضوا الإسلام دينا. اسمه عمرو فهل تعرفه في الخالدين. ذات يوم خرج الناس جموعا يمرحونا، فهنا حلبات فرسان مضوا يستابقونا. كل من سابق فيها يبتغي فوزا مبينا. ولقد كان ابن عمرو في صفوف اللاعبين، فتحداه غلام كان بالسبق قمينا. وإذا بابن الأمير الغر قد جنى جنونا، وبسوق الراح يدمي ظهره ضربا سخينا. قائلا والدم يجري يشتكي الظلم المبينا، أولا تعلم أن ابن الغزاة الفاتحين. أنني ابن الأكرمين المؤمنين المهتدين. ذهب المسكين يشكو لأبيه أن أهينا، فأتى أهل المشورات فقالوا ناصحينا. أوما تعرف يا هذا أمير المؤمنين، إن في طيبة شيخا حرر المستعبدين. نشر العدل وأرسى سنة الإسلام فينا. عمر الفاروق فاذهب هو عون اللاجئين. ومضى بالإبن يسري عابرا صحراء سينا. وإلى طيبة شاد العزم مهتاجا حزينا. وروى القصة للفاروق صدقا ويقينا، فأثارت ما أثارت فيه عاطفا وشجونا. ودعا عمرا فلبى وهو قد ظن الظنونا. ثم أومى نحو عمرو وبحزم لن يلينا. قال يا عمرو لما استعبدتم المستضعفين. خلق الإنسان حرا منذ أن كان جنينا. فاقض بالحق ولا تؤثر على قرن قرينا.
إنما الناس سواء عند رب العالمين إنما الناس سواء عند رب العالمين إنما الناس سواء عند رب العالمين.